اتفضل يا كابتن. كابتن ايمن يعني بالتوفيق طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يعني ادي اداء كويس ان شاء الله ويخلي الجماهير تستمتع ان شاء الله ويفوز. الحكم الكيني الحكم الكيني هو يعني الحقيقه طبعا كابتن ايمن وشه حلو على النادي الاهلي ان شاء الله يا رب النهارده يكون كمان وشه حلو ان شاء الله. ادار النادي الاهلي لو تفتكر هذا الموسم مباراه القطن الكاميرونو اللي كانت في الكاميرون النادي الاهلي فاز فيها 4 أهداف مقابل هدف. بيرسي تاو جاب 3 أهداف وكان كهربا جاب هدف. عامل مباراه كويسه قوي قوي خارج الملعب. كمان ادار مباراه ثانيه يمكن قريبه قوي الذهاب نصف نهائي النادي الاهلي والتراجي كان في استاد رادس. النادي الاهلي فاز 3-0 مظبوط بهدفين ايضا هدفين لكهربا وهدف لبيرسي تاو. يعني المجموع الاهداف هنا كان كهربا ايوه هو عمل مباراتين كويسين قوي قوي. لما رجعت انا كمان للمباراتين انت عارف احنا على اللاب عندي بسجل كل الكلام ده اخطاء لا تذكر. هو راجل دكتور في الجامعه 41 سنه ادار نهائي كاس المحليين لعب بطوله افريقيا 2019 راح شارك في كاس عالم للشباب عنده سيفي كويس من حكام النخبه بيتر واويرو كماكو الحكم الكيني النهارده من غير الفار تاني بنقول اعتقد هو عامل حساباته كويس قوي قوي لان هو عنده خبره كابتن ايمن 41 سنه النهارده عنده خبره كبيره قوي في هذه المباراه بدون تقنيه الفار ان شاء الله باذن الله. يعني نصيحتي ليه ان لابد من التركيز كابتن ايمن في نقطه مهمه جدا من غير تركيز الحكم قرار واحد يخلي الدنيا تروح في زي اللعيب بالظبط كده ودايما بنقول لحكامنا عشان يبقى عندك التركيز موجود يبقى عندك البدني جاهز يبقى مخزون موجود لحد اخر دقيقه تبقى عندك القرارات وعندك التركيز. نتمنى ان شاء الله باذن الله مع الطاقم التحكيم الكيني نقول ان شاء الله مبروك للنادي الاهلي ولجماهيره ان شاء الله ونبقى احنا خدنا خطوه باذن الله في دور المجموعات نتمناها ان شاء الله النهارده فوز للنادي باذن الله. كابتن شكرا جزيلا كابتن نصر ولينا لقاء اخر ان شاء الله باذن الله.